استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيدة مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية، وذلك بحضور السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ومن الجانب الصربي بحضور كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الصربي ورئيسة جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية. السيد الرئيس أشاد بالعلاقات التاريخية بين مصر وصربيا والاحتفال بالذكرى 111 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما وبدورهما الرائد في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز. كما أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر.